اثنين. انا طالب كليه اول مرحله. اسد انطيت اسد، انطيت اسد، واحد بالحشد الشعبي، واحد طالب كليه. انطيت اثنين انا، ولد خالي اربعه، ولد خالي ثلاثه، ولد خالي اثنين، ولد عم اثنين، وجرحى سبعه. اليوم شفتوا قتل شباب عزل بدم بارد وامراه ايضا واطفال. ما هو السبب؟ ما هي الجنايه؟ ما هي الجريمه؟ للاسف ما عسنا الا ان نقول انا لله وانا اليه راجعون. الله يصبرهم ان شاء الله اهالي الشهداء، وان شاء الله مثواهم الجنه. يعني هو تنظيم داعش الارهابي في محافظه دياله، الاعمال الاجراميه اللي قام بها ليس بالقليله، لكن هاي الحادثه حادثه حقيقه، حادثه مؤسفه وفاجعه كبيره لقضاء المقداديه. الرادي انه يحدث فجوه بين مكونات هذا القضاء المهم، تدري هو قضاء يعني قضاء مختلط وطائفيا وقوميا، وان شاء الله اهل القضاء على قدر المسؤوليه بان يتجاوزون هاي المحنه. احنا دورنا بالتعاون مع الاجهزه الامنيه ان شاء الله يعني نعمل بجد على ايجاد من ارتكب هذا الجرم، وان شاء الله يعني دائما احنا سباقين في ايجاد حلول و إلقاء القبض على المجرمين. كم شهيد حصل؟ 13 شهيد. يلا